عايز اقول لك اللي بيحققه المنتخب المغربي النهارده ب 18 كاس امم افريقيا، 18 بطوله افريقيه او 20 بطوله افريقيه، هو عبي في شوال بقى وارمي وارمي. احنا في كاس العالم يا جماعه، المغرب النهارده بتحقق انجاز تاريخي وعمره، يعني انت بتحلم بايه؟ المغاربه كانت حلمها ايه؟ ان احنا مثلا نطلع تاني المجموعه، نوصل لدور ال 16، ده لو وصلنا دور الثمانيه يعني بنقول ايه؟ لكن شوف النهارده المنتخب المغربي بيحقق ايه؟ شوف النهارده المنتخب المغربي بمشروع كوره سليم وجميل جدا بيوصل لفين. المغرب النهارده في حاله تانية خالص. المنتخب المغربي النهارده بيجيب ايه؟ بيجيب لنا البطوله، بيجيب لنا البطوله من اول ماتش، بيجيب لنا حقق لنا احلام احنا كنا بنحلم فيها، بيرفع راس العرب وافريقيا فوق في السماء. تحياتي لكل مغربي، والمنتخب المغربي اللي بيلعب كوره مفهومه، كوره عن دراسه، كوره عن وعي. بقى ما سيبك بقى من الحكشه اللي احنا بنلعبها بقى لنا فتره وبنلعب دفاع ورص لورا، لا النهارده المغرب بتقول ان انا الفريق الاول في افريقيا. اه تستاهلوا افضل فريق في افريقيا وفي الوطن العربي حاليا، انتوا بتحققوا كوره وانجاز تاريخي ما حدش عمله. مين اللي وصل زيكم؟ مين اللي عمل زيكم؟ الكرة بتتكلم، النتائج بتتكلم يا جماعة. النهاردة المغرب بتلعب مباراة عبقرية. مين مش فرحان للمغرب؟ مين مش فرحان للمغرب؟ احنا بنحب المغرب، المغرب مننا يا جماعة. ايه الكرة دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه المتعة دي؟ ايه الفرحة دي؟ ايه الواحد اقول ايه سلاماتي وتحياتي لكل لاعب في منتخب المغرب وكل مغربي، والف مبروك، ويا رب اللي جاي احسن باذن الله، بفضل الله ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله نفرح اكتر واكتر 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 ان شاء الله باذن الله. الواحد مش عارف يقول ايه بصراحه، الفرحه كبيره جدا وحلوه جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.